مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، مساء الخير على كل من يشاهد قناة النادي الأهلي. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. عايز أقول مساء الخير على كل أم، مساء الخير على كل زوجة وأخت وعمة وخالة وجدة، كل دول الأم. النهاردة كلنا بنحتفل بعيد الأم، عيد أعتقد كتير من الناس يعني بتستنى اليوم دوت عشان تعبر بجزء ولو صغير من طبعا دور الأم، دور الأم الكبير جدا، سواء على إزاي هي بتصنع أبطال كتير، سواء على المجال الأسري. الأم كلمة كبيرة جدا جدا جدا. النهاردة إن شاء الله في البيت الكبير بنقول لكل أم مصرية كل سنة وانت طيبة وبخير وبسعادة وبصحة يا رب إن شاء الله. جزء كبير النهاردة إن شاء الله من حلقتنا بنحتفل بحضراتكم بعيد الأم، هنشوف أدوار الأمهات اللي كان سبب كبير جدا في خروج أبطال كتير جدا وبطلات كتيرة جدا على مر العصور في النادي الأهلي وغير النادي الأهلي. هيكون النهاردة إن شاء الله حلقة مميزة، فقرات مميزة كتيرة جدا جدا إن شاء الله. كمان زميلتي سهام هتعرفكم فقراتنا النهاردة في البيت الكبير، وإن شاء الله دايما حلقات البيت الكبير مميزة، والنهاردة إن شاء الله تكون حلقة خاصة جدا جدا بعيد الأم. وكمان أخبار فرقتنا النادي الأهلي إن شاء الله هيعودوا للتدريبات إن شاء الله يوم الثلاث، وحاجات كتيرة جدا جدا النهاردة. مساء الخير عليك يا سهام. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم اللي في كل مكان. عايزة طبعا أوجه التهنئة لكل أم، كل أم مصرية الحقيقة، عيد كل ست وأم وكل واحدة الحقيقة، مش شرط تبقى أم، لكن كل بنت بتنجح في أي مجال هي بتختاره وأثبتت نفسها فيه. وعايزة أقول لحضراتكم على حاجة، يمكن عيد الأم النهاردة عيد لكل واحدة، أو عيد لكل أم تحديدا النهاردة بتقدم شهيد أو بطل للبلد دي، ما ننساهاش. والحقيقة يعني النهاردة بنحملها فوق دماغنا، ونقول لكل ست مصرية كل سنة وانت طيبة. وأول كلامنا طبعا نقول لكل الأمهات الأهلوية زي ما بحب أسميها برضو، كل سنة وانت طيبة. وهي والدة لاعبنا الراحل محمد عبد الوهاب، يمكن كان لازم نكرم أمهاتنا قبل بناتنا، وبناتنا لما بنقول بنات لأنهم طبعا زي ما قلت في كل الأعمار السنية، في كل كمان يعني الألعاب بنشوف بنات كتيرة جدا محققة إنجازات. ويمكن زي برضو ما شفنا آخر بطولة سلة لسه متوجين بيها بداية السنة دي السوبر، بعد الفوز على هليوبلس في نسختها الأولى طبعا، بعدها بشهر بياخدوا كاس مصر من سبورتنج، بيستعدوا النهاردة لأفريقيا، لأن يعني يمكن شغف البطولات زي ما بنقول دايما في النادي الأهلي لا ينتهي. مش عايزين ننسى برضو الحقيقة كل بناتنا في الألعاب الفردية، خاصة تنس الطاولة. هنا جودة إلى جانب طبعا موهبتها الفذة كان لازم النهاردة تبقى جوة منظومة زي دي، منظومة النادي الأهلي، نساعدها وتنجح أكتر وأكتر. ونماذج كتير الحقيقة في كل الألعاب اللي بياخدوا يمكن يعني من حلقات كتيرة جدا حبنا وشكرنا ليهم. كل ست مصرية وبالأخص الأهلوية قدمت لنا بطل أو بطلة في كل اللعب طبعا بمختلف الأعمار، بنقولها كل سنة وانت طيبة. وعايزة أقول لأمي كل سنة وانت طيبة ست هدى محمد مصطفى النحاس باشا، اللي طبعا كل سنة وانت طيبة، اللي طبعا هي بتتفرج دلوقتي عليا وبقول لها ربنا يخليك ليا. وكل سنة والدة هاني رمزي ومراته بخير يا رب، ربنا يشفيها لك وكل الأمهات وكل البنات. ده عيدنا ودايما دايما يعني بنحاول طول الوقت ان احنا نثبت نفسنا، بنحاول طول الوقت ان احنا نعمل حاجة علشان نقول انا اهو، انا اهو